حاتم الشهراني. طيب متعب الرجال اللي فايز. وجهه نبيل شوف. وجهك من وجهك والله ابيض. ابغيك تختار واحد نفس مختار زايد بن ناجي. واحد كفو. والله ما يخسرك ما يخسرك، واحد ما يخسرك. عاد نوه الكلوبي ندري انه اختاره زايد. ترى عادي جحفل زايد واختاره. لا لا. ما تعرف تلعب انت على الجحفله. هات بالحربي. حاتم الحربي محروم من الحصان يا حاتم. خلينا نوسع خاطره شوي. طيب بسم الله. حاتم عندي هنا ظرف ابيك تقراه يا حاتم. ابي تايم دقيقه جاهز. التايم دقيقه جاهز. يمديك دقيقه ولا يمديك؟ يمدي. يمديك مثل سرعتك وانت داخل برايم. العيال ابيكم تحمسون مع حاتم. يلا حاتم. عيال عيال ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لو احنا نطفي الشارة نستمتع في اصواتكم وحماسكم ما عاد نحتاج الشارة. العظمة دي كلها حاتم يا هبة. ايه العظمة دي كلها. عيال انتم جبتوا شيء جديد، هاي ما حنقولها احنا. احنا نعرف يلي على شام عكازي. لا 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 ما نعرف. انتم غيرت يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن. على دلعونا على دلع على دلعونا على دلعونا قناة الواقع. يلا 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 يا عيال. يلا بسم الله نبدا. تايم التايم جاهز. نبدا. ابى اعطيك انت اللي طلع الظهر. طبعا اسفين ابى ما علمتكم وين بيروح ولا وين بيجي، لاني انا متعمد كذا. ابغى اشوف حاتم وين بيروح. حاتم جاي كذا. طبعا كل واحد منكم له هديه في المنتجع. حلوين؟ كل واحد منكم له هديه في المنتجع. هذا مكان يدلك وين محل هديتك. ما ادري هل هديتك او ظرف ثاني يعلمك وين هديتك. يا سر حلو. يمكن تاتي المحل ما تعين فيه هديه، لكن دور فيه ظرف يقول لك هديتك في المحل الفلاني. اذا جابها في اقل من دقيقه. معك دقيقه بس. ما احتزمت هم محزمين هين وباي بس. حاتم ترى هديه متعب اللي جاي وضارب المشوار، تراك تخليها ترجع كذا. طيب شربه ان شاء الله. واهي شربه. اوكي جاهز يا مشعل؟ جاهزين؟ تقرا وش تقرا وش تقرا؟ يا لك ما في تقرا. نزل يلا. دقيقة خليها جاهزة. بس طولنا على الشارع وخذ مع حاتم رايح كذا وهو رايح يركض. نبغى نشوف حاتم كيف سرعته. الهدية أنا عارف محلها. اللي أنت حطيت محلها يا مشعل. الهدية اللي أنت حطيتها. اللي أنت حطيتها. لا لا لا. اللي ايه جاهزة. اسرار بيننا ما تعرفونها بيني وبين الاعداد. يلا نبدا. يلا خلنا نسمع صوت حاتم صوته الجميل وهو ينطق الكلام ثم يعدي. اخويا حمسوه ساعدوه يا حاتم كذا عرفت كيف؟ يلا بسم الله. لا بعد تبدا لين يقرا وطول على الشارع. هو اللي يقرا هو انت دخل. مكان ياتي منه الهواش والمشاكل والتوعية. يلا ابدأ التايم. يلا حاتم 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 عطنا 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 حاتم 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 كم كم التايم كم علمني كم التايم. شد الهمة وشد الحيل ورقة هذه الفقرة هي التويس
تالي متعب، تالي متعب. على اذنكم يا رب بنجيكم، ابي اعلمه وين محلها. حاتم معينها، لذلك انا بجي. ورده وردات شيء. نشوف حاتم ضيع. حاتم ضيع هدية خويه متعب حرام. حاتم عيتها بدري. عيتها. طيب شوف، لا 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 ما اسمح لك، 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 ما اسمح لك. تعال تعال يا حاتم. طيب اعطيتها لقطه ومحلها يا مشعل. اعطيته المحل، لا لا اعطيته المحل الهديه لقطه اللي ضيعها حاتم على خويه متعب. حرام والله. شوف كل ورد الرجال قال تعال يا حاتم في النهايه يعطي هديته. جيتك هديه يا رجال. عبد الله جيتك هديه. حرام والله. ايش بقى عظيم. طيب نبي واحد من الاعداد ياخذ الهديه من محلها. ما حد دخلني اسئله. علشان ما احد يخالفنا عليها ياخذها او شيء. يلا خلاص خذيتوها. خذها يا ابو عبد الله. يلا 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 خذوها. خذوها خذوها. يا رب نبغى نشوف محل الهدية اللي طبعاً هذا الظرف يعلمك موقع الهدية. حاتم لعين الظرف وضيع هدية خويه متعب. حرام عليك والله لو اني محل متعب يضيع واحد هديتي. والله لو اني والله اني لا لا لازم اطيح. لا فاضح حقي يا الرب صح؟ حقي انا هديتي وتضيعها ليه؟ لا لا والله جاي منه ومنه. انت حظك اليوم صلي الفجر. صلي ولد انت تصلي الفجر في جماعه. يلا بشر. الله يا رب مع متعب. طيب اقرا يا اقرا يا حاتم هديه متعب. طبعا قدها في الاداره، خذوها الاداره محلها صف المطبخ. روح روح دور دور. لا خلص خلص الاداره في المطبخ. بيض الله وجهك. نبغي نبغي زايد بن ناجي. تبغي نواف صح؟ اي نواف. تعال نواف فهم محل علمني.